يا مساء الفل، يا مساء الجمال على عيونكم يا احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. ايه، مفيش مساء الخير صباح الخير. النهارده بقى رجعنا لكم بتحدي اكواب الحظ الغامضه. بقى لنا كتير قوي ما عملناش مع بعض، قلنا نلعب اللعبه دي. بقى زهقتوا معانا طبعا من الفلوجات، زهقناكم معانا. قلنا نعمل بقى حاجه جديده النهارده، بقى لنا كتير ما عملناش، نعمل اكواب الحظ الغامضه. المره دي بقى حاطين فيها فلوس طبعا. اللي هيكسب اكتر فلوس فينا، سواء انا بقى ولا ساندي ولا ملك، اللي هياخد اكتر هنجمع في الاخر، اللي هياخد اكتر هياخد كل الفلوس. تمام، اتفقنا؟ يعني مثلا لو ملك هي اللي خدت الفلوس الاكتر هتاخد مني ومنك. تمام، يلا بقى نشوف مين حظه هيكون اقوى ومين حظه هيكون سيء. تفتكروا قبل ما نبدا الفيديو بقى يكتبوا لنا كده في التعليقات مين هيبقى اقوى حظ ومين هيبقى اسوء حظ. ملك النهارده شكلها ساكت كده، فتبقى هي ملك ساكت على طول. ما علينا، مين هيبدا؟ يلا بقى، اللي ما حطش لايك حطوا لايك كده علشان انا شايفينكم. انت ما حطيتش لايك وانا شايفاكم برضه، حطوا لايك بقى كده حلو كده زيكم. ونبدا بقى ونسمي الله مين بقى اللي هيبدا ونشوف. نبدا بساندي. لا انا، لا انت. صح، من الكبير لغايه من الصغير. نبدا بملك وبعد كده ساندي وبعد كده انا. تمام، يلا يا ملك، يا ترى حظ مين اللي هيبقى قوي؟ احنا عاملين ارقام عشان يعني اللي عايز اللي جوه. 22 ملك طلع لها 22. بدايه مبشره. انا قلت لكم ملك النهارده شكلها هيبقى حظها. الكوبايه اللي بتتعمل يا جدعان. ايوه نحطها كده بقى عشان انت معلش انت بقى حظك، انت اللي اخترتي الورق. انت بتحبيه عامة يعني؟ نجيب لك ميه؟ كملي حته تاني. حته كمان؟ ما علينا. ايه ناخد من تحت يمكن حظها ايه؟ شوف ساندي بقى حظها ايه النهارده. مع ان قبل كده كانت ملكة اقوى حظ فينا. ما مش اشكال، ممكن تبتدي كده تنتهي بحاجه ثانيه اصلا. 23. شوف ايه ده 22 بقى كده 23، انتوا مرتبينهم ولا ايه؟ خدي الورق حطيهم. 23. يا رب يبقى حظي حلو. ورقة. ايه ده؟ ورقة من اولها كده. هات. طب ورقة ازاي كده؟ ما تلعبش دورين. احسن. هي هو ده غير مبشرة بصراحة. بشوف انا بقى، اكيد انا حظي هيبقى حلو. اسحب. بسم الله. بسم الله. رقم 7. 7. انا اللي هاخد، انا اللي هاخد. ماشي، ايه عندك ايه؟ انت حظك كان وحش. شكرا. ورقة. ورقة. يا خسارة. ما شفت على ايه؟ انت مامتك 20 جنيه، مامتي لسه ما كسبتش. لسه ما كسبتش يا ماما والله. لسه ما كسبتش عشان اديك 20 جنيه للاسف. مش اشكال، لو كسبت هديكي. انت طبعا سامعاني دلوقتي يا ماما. هشوف ملك 5. اهي هاتي الوقت. ملك 5. ايه ده؟ كوبايه فاضيه. هو ايه الحظ ده؟ هو فين النهارده؟ جاي صوت من كتر الدفه. فين النهارده يا جماعه؟ هي البدايه مش مبشره. 24 23 24. يلا يا ساندي، انت واخدها من الدور ولا ايه؟ انا خايفه افتح. فين 24؟ اشوف حظ ساندي. ورقه. هو في؟ لا الفلوس هتطلع امتى ده؟ ايه ده صح؟ انا قال لي ما تلعبيش لمده دورين. صح، ترجعي. مش هات ال 24 ملك. ايه ده بقى ساندي؟ نسيته والله صح، انت نسيته. انه ساندي المفروض رقم كام دي؟ 24. 24. طب ميه؟ لا مش لاقي 24 اصلا. ايوه للاسف مش هقدر. هو بقى تحت عشان انت ايه؟ لخبطه. المفروض ما تلعبيش. انا بقى اللي عليا الدور. اقعد اتفرج عليك. اتفرج عليك. رقم 16. استنى ما اشوف رقم 16. يا ترى 16 هيطلع ايه؟ ورقة. هو في حكاية الورقة النهاردة؟ مش حاطة فلوس ولا ايه؟ امال الفلوس هتطلع امتى؟ هو ايه الحظ النهاردة ده؟ خد من اختك 10 جنيه. انت هو في ايه؟ العب يا ملك. ما علينا، انا مش هلعب. استنى مش هتلعب صح. 15. ايه؟ فلوس بقى، فلوس بقى كده ايه؟ بوخت على وريني يا ملك. ايه ده؟ ده 400 جنيه. ايوه يا عم، ملك ابتديتها. ما دام ملك فتحتها كده تبقى بدايه مبشره. يلا يا عم 400 جنيه. لا ما انا مش هتلعبي.
انا 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 بسم الله يا رب بقى. طب دي 7 ولا 18؟ 18 لازم بعد كده ليه؟ 18 اهي 18. لا دي 18. ورقه برضو. هو في حكايه النهارده انا حاسه ان هي مش حاطه فلوس وبتضحك علينا زي التحدي. ورقه فاضيه احسن ما تلاقيش اي حاجه. حظي انا افضل. انا عارفه حظي والله. هيجي معلومي عشان ده كده رقم 9. لا بقى لا بقى يا ملك لو طلعت فلوس. ايوه ايه بقى؟ على فكره مرك المره اللي فاتت برضو كان حظها حلو قوي. عايزه اعيط. انت ابتديتيها بفلفل بس شكلك هتختميها بالفلوس كلها. 20 جنيه. طب ده معايا فلوس كتير هنا قدامك كده بقى معاكي. نشوف بقى ثانيه كده كام؟ انا 13. معروف مين اللي اخد الفلوس كلها؟ 13. انا افتح. انا افتح ماشي. قلنا يا رب الفلوس. عندك غلبان يا رب. ورق هو في؟ انا بقول سامع وقتها ما بمشي. هو حكاية الورق ده حظ مأوفر في المرة دي. لا حظ دي يعني بصراحة باين. أنا بقى الموسيقى حزينة في ده. أنا وسندي النهاردة حزينة. يلا الحمد لله يا سندي. الحمد لله. مالك شكلها يعني هتلمي الفلوس كلها. يا رب يا رب تلاقي لي خدي أي حاجة من اللي جنبك أو خدي اللي أختك. اقعدي رقم 2. بسم الله. أهي بسم الله. انا بقول لها مش حاطه لا والله انا صار حاطه الفلوس لملك. طب انا المره اللي فاتت قلت لك يا رب هات لي خد من اللي جنبك. خد كل حاجه من اللي قبلك. ايوه سندي والله سندي. سندي اللي قبلك. اللي قبلك في اللعبه ولا اللي قبلك في في العيد؟ اللي قبلك في اللعبه. طب مني ايه؟ انا وانت يعني مش عارفه ايش ياخد الريح من البلاط. العب يا ملك. هو في ايه؟ كام؟ 17 ولا 18. لا 7. لو فلوس بقى يبقى كده اوفر قوي. طب احسن. انا يا رب والنبي ابقى عندك جنبك. عندك غلبان عايز فلوس. انا شكلي اطلع من مول الدراحة. 20. 20 فين 20؟ 20 ايه؟ افتح لي كده؟ لا افتح لي كده. شكل الزهرة يا رب. 400 600 800 1000 1000 1000 يا بختك. انا سندي. انا مامتي سندي. هو مش كان في اصلا سؤال قبل كده؟ لا ادي ادي اللي قبلك كل اللي معاك هاتي اللي قبلك. ده بتكلم معايا. طب انت معاكي دلوقتي مش المفروض تديني بقى اي حلقة؟ الدور خلص. اخس عليك. مين عليك؟ مليونين. بكره هبقى مليونين. دعواني يا رب بقى خير. انا حظي كده يا رب. ليه كده بس؟ خلي الفلوس كده عشان تقدر شايفين. 24. يا ترى 24 فيها ايه؟ 24 ايه بتاعتي؟ كان فيها ورقه. حظي اوفر ما في ماما القديمه. اختار اي حاجه تاخدها من اي حد. سلام عليكم. لا معلش معلش انا هختار بقى. معلش ما انت مش هتختار كل الفلوس. معلش من اي حد. اه ماشي انا اختار اي حاجه من اي حد. صح؟ من حد واحد. حد واحد؟ ما ينفعش من حدين طيب؟ لا لازم حد واحد. طب تلاتة أربعة أي حاجة. هتاخد حاجة مش هتجيب مش هتاخد فلوس كلها والله. طب هاخد 500 جنيه من سندي كده اسمة العجيبة. مالك معاه 400؟ إيه؟ المفروض لا لا عادي أنا اختار أي حاجة يعني اختار بمزاجي. يا فندم أنا مش معايا كلهم 200. لا أخد ال 600 أسيب لك ال 400 معلش. خد يا بنتي 200 من معاكي. أنا بفكر من بعض. في 100 اهي. بعد التحدي هديك. لو طلع لي 100 هديك. في 100 معاك. طب خدي 400 لو طلع لي 100 هديك. فيها 100 والله. والله العظيم ما فيها 100. لا ما فيش. اهم. خلاص انا هاخد 400. انا متواضع احسن من ما فيش. دوري يا حطي فلوسك هنا. كل واحد يحط فلوس عشان نشوف مين اللي جاب. مالك. مالك. 90. انا اقل واحد فيهم. 9. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 كم مرة يا ملك؟ ما دي غلطة برا. دي هي اللي عاملة الأرقام كلها. لا خلاص أنا ما اخترتش. ما فيش كوباية ليها. لا خلاص استنى واحدة ثانية. هي اللي عاملة الغلطة رقم 11. 11 أهو. إيه ده؟ 100 جنيه. ده مالك شكلها اتشقطها يا رقم في إيه؟ كده بقى معاكي كده بقى معاكي 120؟ 520. 520 أه 520. أنت بتلغطيني ليه؟ قلت 520 والله. طب يلا يا سندي. يا رب يا رب عندك والله غلبان برضه عايز فلوس تاني. ما نشوف. حظي مين بقى؟ 19. فاضية؟ ايه ده؟ 200 400 500 100 جنيه 500 1100. انا اتنزلت وما رضيتش اخد منها ال 1000 جنيه كلهم وخدت 400 بس. مليونير مليونير
منها 100 جنيه. هاتي لا خلاص يا ولدي ب 400 مليونير مليونير. هاتي الكوبايه اللي انت فتحتيها فين؟ ايه خدي الورقه عشان ما لخبطش تاني. مليونير مليونير شكلي انا اللي هطلع اسوأ حظي. هيطلع لك كل اللي جنبك. شجعوني بقى علشان طلعت اسوء حظ حطوا لي لايك طيب شجعوني باي حاجه. يلا يلا انا طلعت غلبانه في التحدي ده. بسم الله بسم الله يا رب. واحد ما نشوف واحد يا رب. بسم الله احمد يا رب. 5 جنيه ما انت معاكي يا رب. ما انت امتنانه 5 جنيه وكمان مقطوعه 5 جنيه. يلا يا ملك اسحب معايا 405 يا جدعان. باركولي 405 8 اهي ده كده كتير كده كتير بقى كده كتير والله. كام دول؟ وكمان عشرات جديده جديده فلوس جديده 40 50 60 70 80 90 100 110 120 جنيه كلها جديده. طب تديني اي حاجه جديده تاخدي ال 200 دول. طب وتديني الجديد ده انت اللي هتكسب. رقم 3 ماشي. اجيب لك اسم عادي حلو ليك يا بنتي. انا لا ملك يعني ملك يعني معايا 140 ملك خدت الدور كله ليها. انا اكتر من ملك. انت اكتر؟ انا 1100 اه صح. استنى مليونير مليونير بكره هبقى مليونير. 25 يا ترى 25 دي فيها ايه؟ المفروض بقى حاجه كبيره بقى تعوضني. كوباية فاضية كوباية فاضية. حتى يعني نسكافيه أي حاجة نشربها واحنا قاعدين نطري القعدة حتى فاضية. يلا يا ماما ما علينا الحمد لله. أنا راضية. أنا راضية يا ربي. ورقة يا ترى حافظة اللي معايا كلمة بخبي فلوسي بخبي ورقة أوي بخبي فلوسي بخبي ورقة أوي. إيه؟ ما تلعبش الدور الجاي كفاية عليكي كده كفايه عليكي كده. ده ورق قليل قوي بس ماشي كفايه عليكي كده. صح يا رب. اربعه يا رب يطلع لك ورق مش فلوس بقى. لا بقى كده كتير اهي والله يا ريت. 1112 جنيه. يلا يا سامزي يا عم يا عم هتلم حق السروبيتا مش عارفه انت لسه جايباها. انا انت شايفه العبي. بسم الله انت هتقعدي كده كفايه عليكي. انا خاف من انت خدت العشرات الجديده تلاقي رقم 14. تفتكروا 14 ده هيطلع على الكور؟ انا خايف ولا فلوس؟ انا اسحب. لا 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 انا اسحب. انا لا انا اللي اسحب. ورقة ربنا يستر. انا بخاف من الورقة والله. ربنا يستر. بسم الله حظك جميل. اسحب كوبايتي في اربع كوبايات. طب اسحب. لا معلش لا لا انا حظي كان وحش فلازم اعوض بقى خسارة انا خسرتها. ماشي شجعوني يا جماعة بقى ادعوا لي كده يطلع في الكوبايتين دول حاجة حاجة حلوة. اختار رقم 6 ولا رقم 12. طب هقول لك رقم 11. اسحبي رقمين اسحبي رقمين وانت بالحظ. يعني اسحبي رقمين عشان انت اكيد عارفة اللي جواه ممكن تغشي. لا والله معاك. لا اسحبي رقمين. ماشي هسحب مع اني والف. ماشي ما هي رقم 12 تمام. بسم الله ليمونة اتفضلي كلها. ده 21 على فكرة. ايه ده 12 ولا 21؟ لا ده 12 هو كان كده 21 هو دي 21 كليها. طيب علبة تونة طيب ولا رنجاية ولا أي حاجة نعصر عليها الليمونة. طب هاخد الليمونة دي. لا خليها عشان ممكن حد يجي له ياخد اللي معاكي. اه اديله الليمونة. اه صح مالك المفروض ما جاش تاكل الفلفل. معلش يا بنتي معلش يا بنتي. طب أي حاجة طب ناكل بيها الليمونة. ايه ده؟ طب خليها عشان ممكن ناخد. طب مية نعمل عصير بليمونة. بس حاجة ورقة تاني يلا. وآخر كوبايتين أنا وملك. اختاري ورقة ليمونة كمان اختاري ورقة. رقم 6 يا رب يا رب. لا يعني ورقه ورقه تاني. خبي فلوسك يا امي. انا باين الفلوس معايا مش باين ال ايه الظاهر مش عارف. ادي كل اللي معاك للي بعدك. انا اللي بعدك. انا اللي بعدك. وهدخل الليمونه كمان. استني ادي كل اللي معايا. هو هدخل الليمونه. انا طلعت معلش يا امي. عيط والله. يلا ادي الليمونه وهتاكلي الليمونه. انا عايز فلوس والليمونه واخدي كله. ما عليك بالليمونه اكلها. يعني يا جت على الليمونه لا خليها معايا. انا ما اسوى لا مش مهم خدي اللي معاكي. انا ما انت لو تعرفي اسحبي اسحبي لو مين اللي عليه الدور. مش عايزه تاكلي الليمونه وخلاص. لا استني ممكن بنتي نيجي ان انا اخد منك حاجه. استني في الاخر كنت من مولد بلح ومصري. ملك 12 وانا 11. طلع لها ايه؟ 200 جنيه؟ ايه
طب انا هفتح بتاعتي. انا ايه مفيش انا بتاعتي فاضي. انا بس لان كام عدوا بقى الفلوس عشان نشوف مين اللي اللي كسب سواء دي انت بقى ولا هي مين اللي هياخد ال 100 200 حط الليمونه هنا 800 1000 ايه ده 200 800 اكيد ملك 1000 ملك انا 1100 انت كام انا 1112 جنيه يبقى صدق 600 800 1000 1100 1200 1225 هدي فلوسك هدي فلوسك معايا يعني ملك بدري معلش فين قرن الفلفل يعني ملك لا انا هتاكل الليمونه امسكي يا حبيبتي الفلفل اه الفلفل معلش استني الفلفل فين فلوسي هتتقطع هتتقطع ومحدش ياخدها اوعى يا بنت لا انا مش انت سيبي لي 2 جنيه حتى انا اكل باكل باين 2 جنيه اكيد بنزل عيط فيها طيب ملك خدت الفلوس كده كده كان من حظ ملك بس ملك صح بدت يعني كان حظها وحش وانتهت يعني عايزه اقول لكم بقى اللي ليه بقى حظه وحش بقى لا ليها الليمونه تاكلها اللي حظه بيبقى وحش في البدايه في النهايه بياخد كل حاجه ابتديتها بارني فلفل وخدتها ابتدت بارني فلفل وهتاخد الليمونه واخد ال 2 جنيه حتى خدت كل حاجه المفروض تاكل الليمونه يلا يا ستي المفروض نعصر عليها ليمونه صح؟ ما ادت لها المفروض كل ليمونه بقى انت خدتي فلوس يعني عايزه ايه؟ ايه دعوك بايه ده؟ لميتي كل حاجه انا مش حاسه لو هي لا قشرها قشرها تمسكيه لا هي كسبان على فكره المفروض ما تاكلش ليمونه لا هو تعلاها هي كذب لا عقاب المفروض تاكل لا عقاب ايه ده هي اللي كذبت لا هي خدتهم منك المفروض تاكلها خلاص كليها انت بقى يعني انا اطلع من مول بلا حمص وكمان اكل ليمون حرام عليكم طب اكلها مشي اكلها مع رنجايه اكلها مع قلب التونه كده انما اكلها كده طبعا ادعوا لي بقى عشان المأساة اللي انا هبقى فيها هي لمت الفلوس كلها والحاج احمد هيطلع ينفخها دلوقتي عشان خدت فلوس البيت احنا طبعا واخدينها من وراه فيطلع ينفخها وبابا ينفخ كمان اللي انت كوش على فلوس البيت كلها واحنا هنقعد كده انا وساندي نقشر بصل ونعيط طب اي حاجه لماما طب جنني يا حبيبتي انا مامتك حبيبتك اللي شلتك في بطني 9 شهور يا ملك حبيبتي اي حاجه يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم النهارده وانتظرونا بقى في تحدي جديد ان شاء الله المره الجايه بقى نعمل تحدي انا وملك وسامتي تحبوا تحدي اكل ولا اكتبوا لنا في الكومنتات انت اختاروا لنا نعمل تحديات اكل ولا نعمل فلوكات ولا نعمل ايه المره الجايه وقولوا لنا بقى ايه رايكم في حظ ملك الجميل ده وحظنا انا وسامتي اللي زي العسل ده اللي طلعنا من غير ولا حتى الليمونه خدتها يلا بقى اشوفكم على خير في الفيديو الجاي و مع السلامة مع السلامة وانا بعيط والله مقهورة ما تنسوش صح لسه أول مرة شفنا وما اشتركش في القناة يا ريت تشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد وأشوفكم على خير يا أمارات الفيديو الجاي يلا مع السلامة ليه خدتي فلوس ليه؟ 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 أنا عايزة أشرب ليه؟ باي باي